آخر مرة حصلنا فيها على الهوندا جاز بأسواقنا كان بعام 2014، وآخر مرة شفت فيها أنا شخصياً سيارة هوندا جاز على الطريق كانت بلون برتقالي فاقع مع زوايد كتيرة، نيون لايتس تحت السيارة وبجنود فسفورية. وهاي هي هوندا عم بتقدم لنا الهوندا جاز مرة تانية بعام 2018، هاي السيارة الهاتشباك الصغيرة اللي تميزت بعمليتها وأسعارها الاقتصادية واللي بتتنافس بأسواقنا مع سيارات مثل التويوتا يارس، الكيا ريو والسوزوكي بيلينو. تعالوا خلينا نتعرف أكثر على الهوندا جاز 2018 واللي عم نحصل عليها من الوكيل هاي السنة بنسخة واحدة بس، وهي الجاز EX، وأيضاً بسعر استغربته شوي عم بيوصل ل 63,900 درهم. وكالعادة طبعاً لا تنسوا أنه تشتركوا على قناة يلا موتر هون على اليوتيوب وتفعلوا التنبيهات لحتى تشوفوا آخر تجاربنا. من الخارج لسه عم تحمل الهوندا جاز نفس التصميم العام اللي تعودنا عليه، مع بعض ملامح لغة التصميم الجديدة من هوندا، خاصة مع الكروم المستخدم حوالين شعار هوندا بالمقدمة، واللي هو شيء أنا شخصياً ما كتير حبيته وعم بتمنى إنه هوندا تتخلى عنه قريباً. ومن الخلف عم تحصل الهوندا جاز على مصابيح تمتد لأعلى السيارة، بتذكرنا شوي بشكل المصابيح الموجود على سيارة الهوندا CRV. ومع هاي النسخة الوحيدة مثل ما قلت لكم من الهوندا جاز اللي عم نحصل عليها بأسواقنا، عم تيجي مزودة بكشافات ضباب وبجنوط بقياس 16 إنش. أول ما حتطلع وتركب بالهوندا جاز رح تحس حالك دخلت على صندوق بلاستيك رمادي كتير كبير، خاصة إنه نوعية البلاستيك الموجود بهاي السيارة عم بيجي كله من لون رمادي ومن نوعية خفيفة كتير، وهو بكل محل بأنحاء السيارة، يعني هو موجود هون، موجود على التابلو هون، وموجود على الأبواب، وخاصة بهاي المساحة الكبيرة كتير الموجودة بأعلى التابلو، وهي أيضا من هذا البلاستيك الخفيف. ولكن نوعية المواد ما كانت هي ميزة الهوندا جاز أبداً، لكن ميزة الهوندا جاز الحقيقية إنه بالرغم من حجمها الصغير من برا عم نحصل على مساحة داخلية كتير كبير، وهذا بزيد من عملية السيارة اللي تميزت فيه الهوندا جاز دائماً. فبنبدأ مثلاً بالخلف، الأبواب الخلفية عم تفتح لحديد 90 درجة تقريباً، وهذا عم بيعطيك سهولة بالدخول والخروج من السيارة وأيضاً تحميل الأغراض. ليش بقول تحميل الأغراض؟ لأنه هاي السيارة مزودة بمقاعد خلفية بتسميهم هوندا مقاعد سحرية. ليش؟ لأنه أنت بتقدر تطوي المقعد للأعلى هيك لحتى تقدر تحمل أي غرض طويل وكبير هون بالخلف. وكمان إذا رجعنا نزلناه وقعدنا، أي راكب بالخلف عم بيحصل على مساحة كبيرة فوق راسه أيضا أمام قدميه، وهاي هي ميزات الهوندا جاز الحقيقية. ولنضيف للعملية الموجودة بالهوندا جاز، فهي عم تحصل على صندوق للأمتعة بمساحة 354 لتر، بقدر أزيدهم بطوي المقاعد الخلفية هيك لتوصل المساحة ل 1314 لتر، وهاي هي أكبر مساحة ممكن تحصل عليها بصندوق أمتعة بهاي الفئة من السيارات. ومن ناحية التجهيزات بهاي النسخة الوحيدة اللي عم نحصل عليها من الهوندا جاز وهي الـ EX، عم نحصل على شاشة لمس بقياس 7 إنش مع أزرار للتحكم بالشاشة كمان لمس موجودين على الطرف الأيسر من الشاشة. لكن تمنيت لو هوندا تخلت عن هاي الأنيميشن الموجود بهذا النظام واللي عم بتبطئه شوي، وعم نحصل على نفس النوعية أزرار اللمس للتحكم بنظام التكييف اللي هو أوتوماتيكي بهاي السيارة. وعم نحصل على مخارج 2 لليو اس بي لشحن الموبايل مع مدخل HDMI، وطبعا مخرج العادي اللي هو 12 فولت. أما أمام السائق عم نحصل على عدادات طبعا دورات المحرك والسرعة، وعلى اليمين عم نحصل على شاشة دائرية فيها عرض لمعلومات بتهمك مثل متوسط استهلاك الوقود، طبعا قدي الكيلومترز اللي استخدمتهم على السيارة ومعلومات تانية.
وطبعا السيارة كمان عم تيجي مجهزة بنظام لتثبيت السرعة مع نظام اتصال بلوتوث، وبتقدر انت تتحكم بنظام الاتصال ومثبت السرعة ونظام الصوت الموجود على السيارة من هاي الأزرار الموجودة على المقود. يمكن لما أقول لكم أنه محرك الهوندا جاز 1.5 لتر عم بيولد 130 حصان و155 نيوتن متر من العزم، تفكروا أنه هاي أرقام صغيرة، لكن لما نعرف أنه هذا الرقم هو 40 حصان أكثر من السوزوكي بلينو و24 حصان أكثر من التويوتا يارس، بتكون الهوندا جاز تفوقت بالقوة على كل منافسيها بهاي الفئة. ولأضيف على هيك، هذا المحرك عم بيولد 7 أحصنة أكثر من محرك الهوندا سيفيك 1.6 لتر. ومع حساسية المقود الكافية وبعض المتعة بالقيادة، عم بتحاول هوندا مع هاي القوة بالسيارة إنه تبيع الهوندا جاز لفئة شبابية أكبر. ولكن اللي عم بيقلل من هاي المتعة بقيادة الهوندا جاز هو اتصال هذا المحرك بجير CVT أو Continuous Variable Transmission أو جير التعشيق المستمر. فهذا الجير عم بيعلي صوت المحرك كتير، خاصة لما تحاول تتسارع بالسيارة مثل هلأ. شوفوا صوت المحرك قديه عالي. ولكن نرجع، متعة القيادة ما كانت أبداً هي من ميزات الهوندا جاز، ولكن ميزة الهوندا جاز الحقيقية هي توفيرها للوقود. فبعد اختبارنا لهاي السيارة لفترة منيحة، وصلنا لمعدل أو متوسط استهلاك وقود وصل ل 8.5 لتر لكل 100 كيلومتر، وهذا رقم ممتاز جدا. بأول هاي التجربة قلت لكم أنه أنا مستغرب من سعر الهوندا جاز 2018، وسبب استغرابي هذا أنه إحنا من الوكيل بالإمارات عم نحصل على الهوندا سيفيك بسعر 67900 درهم، والهوندا جاز عم تنباع بسعر 63900 درهم، يعني ب4000 درهم أرخص بس من الهوندا سيفيك. الهوندا سيفيك اللي بيعتبرها كتير من الناس هي فئة أعلى من الهوندا جاز. هل حتقدر العملية اللي حكينا عليها بسيارة الهوندا جاز إنه تخلي الناس يرغبوا فيها ويقتنوها؟ هذا جوابه راح تعرفه بعد سنة أو سنتين لما تشوف هاي الهوندا جاز على الطريق مرة تانية مع زوايد كتيرة، نيون لايتس تحت السيارة، وبجنوب فسفورية. أرجو أن تكون عجبتكم التجربة، وبشوفكم بتجارب قادمة إن شاء الله.